أنت في طاقة استقرار وتواصل روحي مع هذا الشخص، مع هذا الحبيب، وتريد التقدم له لخطبة أو زواج. فأنت إنسان مستقيم، نواياك صادقة، ولا تحب اللف والدوران، وتقول كلمة الحق دائما. أنت ترى الحبيب، ربما تراه قد تزوج أو دخل في علاقة ارتباط، أو ربما تراه مثلا أعلى منك شأنا، وله قوة وقيمة كبيرة في الحياة، أو أنك تجده هو الشخص المناسب للزواج. هذه 3 احتمالات. الحبيب في طاقة عالية تجاهك، ربما يكون يحبك كثيرا، ولكنه هنا، هذا إنسان، هذا الإمبراطور لا يظهر مشاعره بشكل عام، هو يحبك، لديه طاقة عالية تجاهك، وربما ينتظرك لكي تبدأ معه بالكلام، لأنه لا يعرف حقيقة مشاعرك نحوه، أو أنه ينتظر الوقت المناسب للتقدم لك للخطوة. هو مشغول جدا، ربما يكون مشغول بعمل أو بأي شيء، أو مشغول بالتفكير بك، وهو لا يعرف حقيقة مشاعرك نحوه، أو أنه يحاول أن يأخذ وقته للتعرف إليك. أجل أنه ربما يكون هذا الشخص كما قلت متزوج، أو بأنه مستقر ماديا وعنده عملا خاص به. فلنعرف، فلننظر إلى القراءة. طاقتك، الطاقة العامة لهذه القراءة هي العصا الواحدة. فأنت في طاقة حماس وإقبال على الحياة، وتواصل روحي عالي مع هذا الشخص، وأنت منتبه إلى صحتك وشغلك ونفسك، وأنت متحمس جدا لهذا الشخص وتريد الارتباط به بسرعة، فأنت تفكر به كثيرا. وإذا كنتم على خصام، فأنت تريد إعطاء الفرصة لهذه العلاقة، لأن عندك طاقة عالية تجاه هذا الشخص. الحبيب أيضا عنده تواصل روحي عالي تجاهك، فهو يفكر بك كثيرا، احتمال أنه يفكر بك أكثر ما أنت تفكر به. فأنا أجد أن بينكما حب كبير جدا، وإذا كنتما متباعدين فهو حزين جدا لغيابك ويفكر بالرجوع إليك. هذه هي مشاعرك. أنت حزين جدا وتشعر بكسرة القلب، فأنت تحب هذا الشخص كثيرا، وربما اكتشفت بأنه مع طرف ثالث، وهذا جرحك كثيرا، أو أنك اكتشفت عنه حقيقة ما، خاب أملك بسماعه. مشاعر الحبيب، هو أيضا يفكر بك ويحبك، ويشعر بأنك قد تركت هذه العلاقة وتباعدت عنه ولم تعد تريده، وعنده ألم نفسي وربما جسدي جراء ما حدث، وهو يشعر بالحزن والوحدة لغيابك، وهو يفتقدك كثيرا. فأنا أشعر بهذه القراءة بالحب الكبير من كلاكما لبعضكم البعض. نوايا هذا الحبيب، نواياه أن يخرجك من كسرة القلب ومن الحزن والألم الذي أنت فيه أو الذي تسبب لك به، فهو سيقدم لك عرضا. هذا هو يريد أن يخرجك من هذا الحزن، فهو يشعر بأنه قد تسبب لك بحزن كبير جرح قلبك كثيرا.
ربما خطوته القادمة هو سيقدم لك الاعتذار والاعتراف بحبه الكبير لك، وربما سيقدم لك هدية أو عرضا جديدا ينسيك ما حصل في السابق. وإن كانت هذه العلاقة جديدة فهو سيقدم لك عرضا بحبه وسيعترف لك بحبه، وإذا كنت حزنك، وإذا كان حزنك هذا جراء علاقة سابقة مرت معك في السابق، فهو سيحاول أن يخرجك أو يخلصك من هذا الحزن ويعوضك عن كل آلام الماضي. مصير هذه العلاقة، هذه العلاقة ستحظى باستقرار كبير، استقرار مادي ومعنوي. فهذا الشخص كريم جدا ومعطاء ويحبك كثيرا، وسيقدم لك حبا بقدر حبك له، فهو يحب العدل والتوازن. بالمناسبة هذا برج الميزان. لا تظهر، إن ظهر أي برج سأقوله لكم. الستة نقود قلنا بأنه يحاول، هذه القراءة قلنا ستحظى باستقرار، وهو شخص كريم ويحاول سيحاول أن يقدم لك الحب حبا بقدر ما أنت تحبه بالفعل. وإذا كنتم متخاصمين سيصالحك وسيقدم لك ربما هدية مالية، وسيكون بينكما توازن بين الأخذ والعطاء. نصيحتك لهذه القراءة، هذا الشخص يحبك كثيرا ولكنه ربما يكون خائف من التقرب منك أو من ردة فعلك تجاهه، فربما يراك غاضبا منه ولا يجرؤ على البوح لك بمشاعره. كل ما عليك فعله هو التواصل معه بالروح، وأرسل له طاقة إيجابية حتى يشعر بك هو، وأخرج من الحزن لكي تستطيع أن ترسل له هذه الطاقة. وإن كنت قد قطعت معه بالكلام أو تواصل وعملت له بلوك، افتح هذا التواصل واظهر له بأنك ما زلت تكون له مشاعر. أنت لا أقول أن تقول له أنا ما زلت أحبك أو أن تصارحه بالفعل بحقيقة مشاعرك، أنا أقول فقط افتح له باب التواصل وأظهر له بأنك في حالة جيدة، ولم تعد تكون في قلبك تحمل في قلبك مشاعر سلبية له ولأي شيء في هذه العلاقة أو في علاقة أو من علاقاتك السابقة القديمة. شكرا لكم برج العقرب على هذه المشاهدة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.